استحق بنا الآن عبر الهاتف السيد رباح الوصيف الاستشاري النفساني والتربوي. صباحك سعيد سيدي الكريم. إذا بعد تسجيل حالات اختطاف والتي كانت مرفوقة بالقتل، أصبح هناك كما تابعنا في التقرير أن الأولياء يقولوا هو أزمة نفسية بالنسبة لهم. هل من الأجدر أو كيفية التعامل اليوم مع الأطفال حتى لا تتحول إلى فوبيا وفي نفس الوقت يتم حماية الطفل كذلك؟ شكرا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور هاجر، صباح النور كل مشاهدي قناة النهار. هو فعلا بعد كل حادثة من هذا النوع وخاصة لما تتكرر، والآن الحمد لله يعني كي جات الحادثة بعد مدة زمنية ونتمنى تكون الأخيرة، فشيء هاجس كبير عند الأولياء وعند كل الأشخاص يعني كل المواطنين. لكن مش روحوا عمليين، كنا نشوفوا في الريتير الناس كل تضامنات والناس كل تدير في المسيرات. يا ريت اهم شيء هو باش هذه المسيرات نحولوه الى سلوكنا يومي في تضامننا، ابتداء من الحي اللي فيه، قلت المره اللي فاتت على من خلال قناتكم المقرة ان فيه الحي، فيه المسجد، فيه لجنه المسجد، فيه لجنه المدرسه وجمعيه اولياء التلاميذ، فيه جمعيه الحي، يعني حتى في الشاطئ رانا كل مصطفين، وبالتالي نتضامن مع بعضنا. يعني انا نشوف الطفل هذا من هذا الطفل، هذاك الاب يشوف الطفل منين، وكل نحرصوا اولادنا. يعني رانا امام ابني في مجموعه من الابناء، هذا يعني السلوك الاني يعني الذي يجب ان نقوم به. يعني ما نبقاش ندير مسيرات وندد فقط، نحولها الى سلوك عملي تضامني فعلي. يعني ما يحتاج منا اننا نبذل جهد كبير، راني نعرف في ولدي ونعرف في الاولاد الاخرين، شوف واحد جاد هكا نشوف كيف السلوك تاعو يعني من بعيد، ونقدر نثق فيه مع بعضنا، رانا كل مصطفين مع بعض. هذا اذا كنت مصطف او في الحي او في الشارع او في السوق. وهذه لك بالك انت والله المخرج والله انا والله بكل ما عرفوا انك نشوفوا ساعات في الشارع طفل تايه، نعاودوا ندخلوا نبداو نضمنوا معاه ونشوفوا منين انت جاي. هذه يعني بسيطه، يعني عمليا يا جماعه الخير كلنا كمجتمع هذه اول اللي نحولوها الى عمل. ثانيا في اذهاننا ما ننساش انني بعد مده زمنيه شفت الحادثه، زيد نعاود نخرج الصوره تاع الابناء الذين اختطفوا وقتلوا في السابق، وبالتالي زيدني الهلع. راح نقول هذه راح تصبر مده زمنيه، نعطي ثقه لنفسي. لان نساو حاجه ان الطفل هذاك الطفل اللي راه انا نخاف عليه، وهذه الام من حقها والاب من حقه، كل واحد يخاف على ابن. فلما نخاف انا على ابني والطفل هذاك هو كي خايف عنده يشوف مع باباه، يشوف مع امه، يشوف مع الكبير، انه هو اللي يقدر يمنعه، هو اللي يقدر يحميه، باش يفهموني كل المواطنين. الرساله يعني طرح تقريبا. ثم لما انا اشوفني خايف بزاف راح يفقد الثقه، يقول انا بابا خايف، ماما وما خايفة، ولا خويا الكبير خايفة عليا أو خايفة عليه، بصح يقول أنا اللي نخاف، هما أنا ماما ما يخافوش. حتى ولو أن عندي الفكرة نحاول نبين أنني أنا من خلال ما نقولش نصائح. يعني الرسالة اتضحت سيدة رباح الوصيف، جزيل الشكر لك الاستشاري النفساني والتربوي على هذا النصائح التي قدمتها صباحة اليوم، جزيل الشكر لك، شكرا لك. شكرا.